زي ما حضراتكم شايفين ده تطبيق الأسطورة. كتير كتبوا لي في التعليقات هل ينفع أثبت تطبيق أندرويد على شاشة من سامسونج أو شاشة من LG؟ الحلقة بتاعت النهاردة راح عليك، محتاج منك الصبر والتركيز. ولو عندك أي استفسار بخصوص شاشة شارب أو شاشة سامسونج أو شاشة LG، الريسيفر، الدش، الراوتر، برامج الهاتف، اكتب لي في التعليقات وإن شاء الله هرد عليك. عشان تعليق والله العظيم أنا بسجله عندي وبعمل بيه فيديو وبنزله على القناة، فدورك بقى تشترك في القناة وتفعل الجرس على كل عشان لو نزلت أي فيديو جديد يجيلك إشعار بالفيديو اللي جاي. في حلقة النهاردة مهمة جدا، فلو يهمك الفيديو خليك معايا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم مجدي عبد الغفار، يا رب دايما تكونوا بخير. في البداية بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. في الحلقة رقم 1 شرحنا بشكل تفصيلي كيفية تثبيت تطبيق الداونلودر عندك على الشاشة، وفي الحلقة رقم 2 دخلنا جوه تطبيق بيطلب منك تكتب هنا URL، تكتب رابط أو نفترض شورت كود، مجموعة من الأرقام. من خلال الرابط أو الشورت كود تقدر تثبت أي تطبيق او اي لعبه او اي متصفح الكتروني، نفترض مثلا جوجل كروم، التيك توك، الاي بي تي في، الاسطوره، زي ما انت عايز. هكتب هنا في المستطيل ده الرقم ده، هدوس على اوكي في الريموت كنترول. ممكن اكتب من خلال الارقام اللي موجوده في الريموت كنترول او من خلال الكيبورد اللي عندي على الشاشه. هنكتب 4 8 4 9 3 5، وبعد كده هنزل عند السهم ده واضغط عليه، هدوس على اوكي، بيعمل كونكتنج. هستنى 5 ثواني لحد ما يحمل معايا، مش بتعمل اي حاجة خالص، بتستنى 5 ثواني، وبعد كده بقف هنا وادوس على اوكي. عمل كونكتنج حوالي 2 ميجا بايت زي ما احنا شايفين. هل تريد تثبيت هذا التطبيق؟ بيجيب لي اختيارين، الغاء ولا تثبيت. لو انا دوست على تثبيت هيتثبت عندي على الشاشه، لو دوست على الغاء كل حاجه هتتمسح. انا عشان خاطر مثبته ظهرت لي الرساله دي، لو انا ضغطت على تثبيت هيعمل تحديث، هيحدث لي التطبيق. نفترض انا هدوس على تثبيت، بيقول لي جاب التثبيت وده راجع لسرعه الانترنت. جاب لي بعد كده اختيارين، هدوس على تم، بعد كده هدوس على ديليت. انا مش محتاج الملفات اللي بتنزل مع التطبيق، فانا هدوس على ديليت، وهدوس على ديليت للمره الثانيه، بتاخد مساحه كبيره من الذاكره بتاعه الشاشه فانا مش محتاجها. هحول شمال، لو رحت على الهوم هيجيب لي الصفحه اللي كنا واقفين عليها في البدايه، واقدر بعد كده امسح واكتب اي كود تاني، تمام، وتكتب زي ما انت عايز. وفي حلقه اولى وحلقه تانيه مجموعه من الاكواد وروابط بتثبت مثلا الاي بي تي في، التيك توك، كل ده موجود في اول تعليق مثبت وكذلك في صندوق الوصف. طيب انا هدوس على الباك، بعد ما دوست على الباك زي ما حضراتكم شايفين التطبيق بقى موجود عندي على الشاشه. السؤال المهم هنا، دي شاشه شارب، يعني شاشه اندرويد، نظام تشغيل اندرويد، انا عندي شاشه من سامسونج، انا عندي شاشه من LG، ازاي اثبت تطبيق اندرويد على شاشه سمارت فقط؟ ده عشان يتم محتاج جهاز وسيط اسمه التي في ستيك او التي في بوكس. الجهاز ده عامل زي الفلاشه بمدخل HDMI، بتوصل الجهاز في ظهر الشاشه وبعد كده بتثبت متجر جوجل بلاي، وبعد كده بتضيف الاكونت بتاعك، بتعمل تسجيل دخول، الايميل والباسورد. هتقدر بعد كده تثبت اي تطبيق اندرويد انت محتاجه او اي لعبه او اي متصفح الكتروني. فلو الشاشه من سامسونج من LG غير مدعوم فيها ان انت تثبت تطبيقات اندرويد، لازم جهاز وصيه التي في ستيك او التي في بوكس. وعملت فيديو شرح تفصيلي بالجهاز ده هسيبه لك في اول تعليق مثبت وكذلك في صندوق الوصف. لو عندك اي استفسار بخصوص شاشه شارب او شاشه سامسونج او شاشه LG، الريسيفر، الدش، الراوتر، وبرامج الهاتف، اكتب لي في التعليقات وان شاء الله هرد عليك. وهسيب لك في اول تعليق مثبت وكذلك في صندوق الوصف الحلقات الاخرى، خش اتفرج عليها وصدقني هتستفيد جدا. كان معكم مجدي عبد الغفار، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.